بسبعة ونص، جبل الطماطم وقع بسبعة ونص، بسبعة ونص الطماطم يا مليون، يلا بسبعة ونص الطماطم، قولك تخلف 15 في الوقت، بسبعة ونص بسبعة ونص سبعة ونص تعال هذا كامل بيمشي الزكمة ده سبعة ونص هذا كامل بيمشي الزكمة ده 15 بيمشي الزكمة وكحة زكمة وكحة ب 15 زكمة وكحة وسخانة ب 15 طماطم ب 7 ونص يا سيد يا سيد سبعة ونص طماطم يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد سبعة ونص بسبعة ونص يوافق 15 فين دخل يا خال؟ يوافق بركان ب 15 يا شيخ يوافق طماطم يا ولاد سبعة ونص بسبعة ونص يا اثنين ب 15 الطماطم يا سيد يا سيد يا سيد حق روق 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 خربت الدنيا روق عاد يا معلم روق يا معلم خذ يا ريس خذ يا خال سبعة ونص بسبعة ونص إلى كل متابعي موقع بصراحة الإخباري صباح الخير عليكم من داخل سوق الخضار والفاكهة بمحافظة الأقصر هبوط كبير لأسعار الطماطم الطماطم النهاردة من 5 جنيه ل7 جنيه من 5 جنيه ل7 جنيه الطماطم البطاطس النهاردة الجديدة نورت السوق البطاطس الجديدة البطاطس الجديدة نورت السوق النهاردة ونزلت على 15 جنيه البطاطس الجديدة النهاردة ب 15 جنيه اهي طماطم ب 7 ونص ب 7 ونص باذنجان كليان ب 5 7 ونص ب 7 ونص ب 7 ونص ب 7 ونص سبعة ونص يعني كما تشاهدون هبوط في أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم كم جافة معلم الجديد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد 15 الجديد 15 شطة خمسة باذنجان اثنين بخمسة سبعة ونص سبعة ونص شطة خمسة يا أحمد تعال بوس عايز بطاطس عبيلي شوية كامل بركانة طماطم من 5 ل7 ونص البطاطس الجديدة ب15 النهاردة أسعار الخضار والفاكهة زي ما حضراتكم شايفين اهو داخل أسواق الخضار والفاكهة اليوم بمحافظة الأقصر بسبعة ونص بسبعة ونص يلا كلمة 15
خذ يا عادل يعني زحام شديد جدا داخل اسواق الخضار والفاكهه اليوم بمحافظه الاقصر سوق الجمعه النهارده، وزحام شديد اهو. الطماطم من 5 لـ 7.5، الجوافه النهارده ب 10 جنيه اهي، البرتقال ب 15 اهي، 7.5 ب 7.5 على لساني والله، على لساني عاد كنت سبعة ونص بسبعة ونص. هاي الطماطم 2 بـ15 يا اولاد، يلا 2 بـ15 الحمراء، 2 بـ15 الطماطم، 2 بـ15. حسد يا ناصر صح. البطاطس ب 15 جنيه اهي الجديدة ب 15 جنيه. أنا البصل يسجل اليوم 25 جنيه للكيلو، 25 البصل. الطماطم من 5 لـ 7.5، من 5 لـ 7.5. البطاطس ب 15 جنيه الجديدة. يعني هبوط في اسعار الخضار والفاكهه داخل الاسواق اليوم. الطماطم من 5 جنيهات الى 7 جنيهات، والبطاطس الجديده النهارده تسجل 15 جنيه. الجوافه النهارده ب 10 جنيه، والبرتقال اليوسفي ب 15. البصل 25. نتابع مع حضراتكم من داخل الأسواق أسعار الخضار والفاكهة اليوم داخل أسواق محافظة الأقصر. هبوط في أسعار الخضار والفاكهة اليوم مع نزول البطاطس الجديدة النهاردة على أرض السوق.